السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرات كل متابعي قناة ليد جيمز وكل عشاق العاب، رجعنا لكم فيديو جديد لعبة مودرن وورشيب يا شباب. اليوم حيكون عندنا فيديو مميز عن سفينة جديدة راح نجربها وشو امكانياتها ونشرح عليها، وهل السفينة تكون مرضية او غير مرضية، والسعر مالتها هل هو مناسب او غير مناسب. طبعا اليوم سفينتنا سفينة صينية تايب 53 يا شباب، راح اشوفكم السفينة يا شباب ونشوف السعر مالتها. اوكي يا شباب، تشوفون قدامكم هاي سفينة تايب 53، سعر مالتها الرسمي 700,000 شدة، اذا مو سعر رخيص ولا سعر غالي، سعر متوسط. القوة مال سفينة 119,700، تعتبر من السفن المتوسطة. اوكي، امكانيات مال السفينة وتسليح السفينة، تمتلك صاروخ مضاد للسفن من نوع CG20، مدفع مضاد للسفن من عيار 100 ملم تايب 210، دفاع جوي متوسط المدى من طراز HQ7، دفاع جوي آخر قصير المدى 30 ملم من طراز تايب 730، تمتلك مروحة مضادة للسفن من طراز واز 10 يا شباب. طبعا السفينة انتجت بالتسعينات وبدأت تدخل الخدمة الرسمية بالجيش الصيني بنهاية التسعينات، يعني بداية التسعينات بدأت إنتاج السفن، صميم السفن، نهاية التسعينات دخلت السفن للبحرية الصينية. نأخذ النظرة أكثر على السفينة، طبعا السفينة شوفوها سفينة كبيرة شوية، لكن الجيش الصيني حطها لخفر السواحل، أي يعني ما طلعت هاي السفينة خارج سواحل الصين الشعبية يا شباب، ما طلعت بالدوريات خارج ويا الأساطيل الصينية للخارج، منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى، فالسفينة ظلت موجودة في السواحل الصينية. تسليح السفينة يعتبر تسليح ممتاز جدا، بالقياس إلى سعر السفينة فهو تسليح جيد إلى ممتاز يا حبايب قلبي. أنا برأيي راح تكون من السفن القوية اللي راح نجربها بسبب التسليح مالتها والقوة السفينة كذلك. طبعا سرعة السفينة 16 عقدة يا شباب، والسرعة جيدة تعتبر بالنسبة إلى سفينة إزاحتها وقوتها 119,000 يا شباب. إذن هل ليث راح تكون هذه السفينة جيدة أو لا، راح نشوفها الآن وراح نشتريها السفينة 700,000 يا شباب. طيب اشترينا سفينة حاليا، راح تكون عندنا سفينة رئيسية ان شاء الله بالفيديو اليوم. طيب ملاحظة بس بسيطة قبل ما نبدأ الجيم بلاي، شغلتين، الشغلة الاولى انه اكو سفينة حتحصلها مجانية، وهي سفينة انا اعشقها لان انا دائما احصل بها الفلوس والنقاط من العب تحت التسجيل او ما اسجل يا شباب. هاي السفينة هي قدامكم USS كرافلي، هاي السفينة هتحصلوها مجانا يا شباب مثل ما قلت لكم، حتى انا مطور بها السفينة لان انا سفينة استخدمها. السفينة هتحصلوها مجانا بعد تسجيل الدخول 7 ايام، طبعا السفينة ضاربة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اسطورية، وهذا ان شاء الله اسوي لكم فيديو عليها. هاي السفينة استخدمها بشكل مستمر. اوكي، هاي السفينة يا شباب اخذوها بعد تسجيل دخول 7 ايام، راح تكون يعني هديه هديه هديه، سعر اكثر من مليون شباب، مليون وممكن 300,000 شده او مليون 250,000 شده، فاخذوها السفينه يا شباب. نرجع على سفينتنا التايب 53 وخلنا نطلق جيم بلاي ونقول بسم الله. اوكي يا شباب، ثانك يو. طبعا تقدر تتحكم بالسفينه بالطياره، شوف شباب هاي طيارة قدامك، شوف تسليح الطيارة رهيب، تقدر تتحكم بالطيارة وتقدر ترجع إلى السفينة من جديد وتتحكم بها. فأنا دائما يا شباب أخلي الطيارة هي على الأوتو تتحكم نفسها وتصد وياي وتضرب وياي السفن، وأنا أتحكم بالسفينة. طبعا شوفون قدامكم تعتبر سفينة من الفئة المتوسطة، فإذا وياي يطلعون أسلحة قوية وقدام يطلع سفن قوية، مزحت السفينة عالية جدا، أسلحة السفينة مطورة وقوية. أسمع صوت صواريخ ولعت الدنيا حبيبي. بسم الله أطلق. بوم.
هنا واحدة ثانية. هذا هم تابي 53 خطية. تورط. طبعا بها مدفع اوتو شفت اني بس انتبهت عليه. حول جهة الاشتباك. وين تهربون؟ وين تهربون؟ وين؟ لك عاش بالطيارة. لك عاش بالطيارة. هي هي. بديت هوب. حلو الدم الحسنة. حاكم عليه يا ولد. حاكم عليه يا ولد. ابلع لك صاروخ. قبل ما تروح تفجر. قبل ما تروح تفجر. قبل ما تروح تفجر. لا. لا يا زمن. ما حصل يا. لا 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 لا. شو سالفة يا ولد. هذا من يوم جاي اخذ كلات. يا بعدنا تسجيل معود. كلاتي يا ولد. هذا بعيد. زود سرعة لي. تعال 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 تعال. تعال, تعال ابو اليو اس اس ترافل الله. يا إلهي أخيرا الصاروخ ضبط وجبنا الكل الأول وجبنا القطعة الذهبية. السلام عليكم. والله كسحناهم يا شباب دمرنا عيشتهم. عندنا حملة طائرات وياري وروح لديش السفينة. حملة طائرات غرقت مالنا. ضربت عيني من المكان حبيب قلبي. ملعب الحربية. خدك واحد صار حبيبي. لوز اللوز. كنا قصر مدفعي. ابلع شوية. عيب يا ولد عيب. عيب عندي دفاع عن جوية بالسفينة عيب. فجروا السفينة الله يطيح. الله يطيح حظك. ها. ها يا الصعلوك قبل الغواصة. بس هاي شلون اطلع هذا بالغواصة هاي. يا ولد اطلع اطلع ويز. اطلع الجبان اطلع. اطلع يلم معه. والله انك ما بيك حظ وانا نعمي. ما شلون اقدر اضربه هذا. انا ما يجي لي كل شيء هذا. انا قلبك. هذا شلون راح اطلع يا شباب. هذا خاطر جو ابو الغواصه. هوي ابو الغواصه عندنا ويانا ابو الغواصه. خبز النيام صاروخ. بروح ابيك خبز النيام صاروخ. مو خلص السالفة هاي. هذا غط 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 الجبان. نطلق صواريخ هذا. يا ساتر. زين ابو الغواصه ويانا وين بس ادفتهم. يا كديش يا ابني كديش اضربه. قدامك ضربه يا كديش. ايه يلا يلا خل بس يطلع شوي خليه يتنفس. حلو حلو حلو. طبعا اكو صواريخ مضاده للغواصات بس انا سفينتي ما بيها فلهذا قلت لا لا اصل السالفه يا شباب. داس اتابع انا شلون دي قصفوه. اوكي بعد صواريخ شلون تجي بوم. اطلع 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 خليك قلت لك انا اطلع. انت خلي فجرك انا احسن لك. استفاد من عندي يوتيوبر يفجرك احسن ما يفجرك لاعبين عادي. استفاد يا ولد. لا تظل غاط. اسمع كلام عمك. اسمع كلام عمك راح تموت. اكرم عمك يا كديش يا ابن كديش يا امعه. ابلع يلا ابلع ابلع بس ابلع يلا ابلع. تحت نفسي تحت يا كي يا شباب. اي زوين دمر دمرنا اي شيء صراحة. السفينه تصليحها قوي. صاروخ قوي جدا يا شباب. تصلح السفينه للاشتباكات البعيده والقريبه. لكن شفتوا غواصه عيبها الوحيد حاليا اذا الاشتباك ويا الغواصات هي ما تقدر تشتبك.
الا تضيف صواريخ انت الى السفينه حتى تكون مضاده للغواصات، صواريخ خاصه يا شباب تشتريها من المتجر. بشكل عام السفينه فوق الجيده يا شباب، مثل ما اني بالبدايه توقعت من تسليحها تكون سفينه قويه. طياره اللي وياها مرعبه صراحه، تسليح الطياره بصواريخ مضاده للسفن نوعيتين، وكذلك بمدفعيه. يعني انت عندك اضافه للقوه القتاليه والقوه النار اللي عندك وقوه نيرانيه اللي عندك، عندك طياره قوتها نيرانيه فظيعه جدا، وما دمجت تحت الطياره ما شاء الله. هاي لو طيارات اخرى روسيه او الامريكيه شو كانت فجرت يمكن مباشره. على كل حال يا شباب، السفينه تستاهل 700 الف شده، السفينه تستاهل تكون عندكم من السفن الرئيسيه بالفئه المتوسطه يا شباب، انه تاخذوها وتقاتلون بها وتكون عندكم من السفن المفضله، وتطوروها كذلك تلعبون عليها يا شباب. تريدين تغيرون بالاسلحه مالتها من ناحيه انه صواريخ وغيرها مدفعيه مثل ما علمتكم بالفيديوهات السابقه حبايب قلبي. ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، لا تنسونا بالخير باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اشوفكم في القادم، في امان الله.